السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من التجربة الاجتماعية بذرة خير على قناتكم شروق نيوز. ظاهرة سرقة تاع السيارات ولا سرقة تاع لي بوست ولا تليفونات ولا من ذاك وحدين سحوايج في الطوموبيل يلقاها مكاسية مسروقة، راح نحاولوا نديروا الموقف هذا. هنا جبنا الموس الكرونداري، نحاولوا نديروا عملية سرقة تاع السيارة في العلن ونشوفوا ردود أفعال المواطنين ونرجع لكم. السلام عليكم. واش صافا؟ الحمد لله. كان وراء نسيت المفتاح برك داخل. كيف نسيت المفتاح؟ وراء المفتاح نسيت داخل في الطوموبيل. راك قلت له غير تشوف الكرونداي ناهي. ها تشوف. عاد كاسيت الطوموبيل. لا لا التليفون ديالي خو. والله التليفون ديالي. والله الله يهديك خو. دوك كيف ندير معك؟ هاي كاين لي جوندام ليك، نديك لي جوندام. كالي جوندام ليك نديك لي جوندام. محرق والله محرق. عندي مشاكل. محرق يا خويا، كاين الناس يا خويا. عندي مشاكل. لا ليش راه ما تهروش ما تخاف. نعم. ترى فد الموس هذا. لا انا جيت نديرو تليفون باك شفته من ثم. كيفاش تديرو تليفون يا خويا؟ روح وديلو، راني شفتك انا وكا وشافو كالي جوندام. تبكي يماك، تبكي داركم تاعي داركم. الحبس ماهوش ساهل خويا، لازم. والله ماهوش ساهل. والفقر وسيما ماهوش ساهل. ما من الفوق ماشي ساهل، بس عندك كاين رجال ما يخلصوش رجال في البلاد هذه. مال. يا اخو اعطيني تيلي الموس وكنروح. ما عطيلكش الموس خويا، الموس ما تديش كامل. نهدر معك بلا جونتي، نهدر معك انتيك ست في روحك خويا، باسكو الحوايج اللي درتها ماشي مليح. خلاص خواني رايح. وين تروح؟ ما عندك وين تروح؟ روح معايا نديك لي جوندام اصلا. لا 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 تديني جوندام. نديك لي جوندام فاك تسرى. لا لا خلاص راني رايح خويا، رمضان استر علي استر علي استر عليك. نستر عليك نستر على واحد يا خو على بالي تحت سرقت الموبيل تاعي. لا لا كنت عندي تليفون برك ما حد. دارنا لا كنت رايح تبع الموبيل. كيف تروح تسرق طوموبيل تاعنا؟ شتا واش تكون باش تسرق طوموبيل؟ يا خويا خلاص يا ما تعرفنا متى كاين الناس هنا. تقصي واش خاصك اروح لينا حاجه ما تخصك خويا؟ تقصي واش خاصك اروح لينا حاجه ما تخصك خويا؟ هاكا واش حبي واش راح ندير معاك دوكا؟ خونا خوفني بلي جوندار، قال لي قول نعاونوك، حاول بواش يقدر ربي يحفظه. خلاص معليش روح. هاي كاميرا لك كاميرا. هلا تديني لي جوندار صح؟ ديك لي جوندام خويا. انا من حكي انسان يشوف المنكر وحاجه غير يبدلوها. باين المنكر يبدلو خويا باسكو هاي كاميرا هنا اصلا ما على باليش والله باسكو بوجي من هي جبتني هنايا. وين كنت رايح بالطوموبيل؟ كنا خارج زيرال دولاك حواس نعطيناك تعب دونا. انا مع رمضان سمحتك لي للدار شويه. لا مليح مليح اخويا، ربي يحفظك. تعاون الناس شوف حاجه هي انا خويا بسيك واش تبدلها. ربي يحفظك. قول لهم صحه فطوركم. صحه فطوركم صحه رمضانكم وصحه عيدكم. للزوم يعطيك الصحه ربي يحفظك. لاباس كيف؟ الحمد لله. يلا خير شو فيك؟ هاني باه نفتح برك الطوموبيل. الطوموبيل؟ نعم. اه دي طوموبيل تاعك؟ النتا تاعي يا الله يبارك. مفتاح نسيته. مفتاح عند بكون داري. لا بعد نسيت المفتاح في الدار. نسيت المفتاح ما تعيطلهمش تجيبوا لك الدور. ما لقيتوش او التليفون داخل او التليفون ديالي داخل. تليفونك؟ نعم. هاي تشوف شوف واش يصوني. ما عنديش. عيط. باش نعيط؟ ما عندكش باش تعيط باش يصوني؟ ما عنديش. ها؟ نسيته. هاك سير خويا. نعم. والله غير سيري. نحكي معك. سير بلي طوموبيل تاعك. ديالي يا. ها؟ نعم. راك منيتك خويا. نعم. عاد شنو هضر معاك غير دقيقة برك. ماشي برك. باش ما ندش بك اللمة. باش ما ندش بك اللمة. اه. خاطر راك في حومتي هنا. نعم. باش ألومية باش ما نديرش عليك اللمة. عاد شنو هضر دقيقة غير. واش كاين؟ في وقت النهار باين بلي خويا بلي كش ما قلت. لا راني قلت لك نسيت المفتاح يا خو. معليش عطيه لي شو دقيقة عاد عطيه لي. ما تخاف من دلك والو عطيه لي دقيقة برك. عاد شنو هضر غير باش ما نديرش. واش هضر؟ نروح. نهضروا غير نروح خويا. واش كاين؟ صلي عندي. الصلاة والسلام. في سيدنا رمضان. نعم. يجوز عليك بيبي بلا بوسات بان بلي كش ما كدير. هكذا دوك نقدر ندير بك اللمة راني في حومتي. اخزر فيا اخزر فيا. اخزر ما تخافش خويا ما عند لك والو كاني نديرك في حومتي. عندي مشاكل خويا. سمعنا دوكا ولات حومتي راك تشوف فيهم. دوك نحب ندير بك اللمة. صلي عندي هذا سيدنا رمضان. نسيطر على الجوامع وتخاف ربي وتسابق للخير وانت راك جيت جلسي في الناس.
نسيطو على الجوامع وتخاف ربي وتسابق للخير وانت راك تجي تجلسي في الناس. ماشي جلسي محرق يا عندي مشاكل. خويا حبيت ندير تليفون نهضر معاك خويا. راني نهضر معاك بواحد الدرافات تاع فوليت فاميليا تاع انسان انتيك. خلاص اعطيني الموصاني راك. لا ما نعطيكش الموس حبس ريا خويا. صلي على النبي. صلاه وسلم. انت واش راك خاصك باش تسرق الناس وانت هادي مولاها مالها بالك كيفاش جابها واش من المشاكل عندي عندك؟ مشاكل ما عنديش مشاكل تسرق الناس. الله يهديك. انت تليفون برك. واش عندي تليفون؟ عندي تليفون. نعم. التليفون تولي في طونوبيل في طونوبيل ما تخافش ربي انت اخويا. كان والو. الواه ما تخاف ما عندك لك والو صلي على النبي. صلي على النبي. انا في سيدنا رمضان. تقي مولاك خويا واش بك داوي الشرف عواشر. تقي مولاك خويا واش بك داوي الشرف عواشر. يا اخويا واش راح نقول لك؟ صلي على النبي خويا صلي على النبي ريح ما تخافش خويا ريح. ربي يحفظك اعطيني الموس ما نعطيكش الموس خويا انت تكريسي نعطيك الموس خويا. صافي عليك كاميرا عليه. كنت معنا في تجربة اجتماعية في الشهر. الله يهديك يا خويا. الله يهديك يا اعطيني الموس يا خويا. وانت خويا انت بموس لا خويا. راح تصلي؟ كنت طالع نصلي فاتني العصر كنت طالع يا خويا. واش حنقول لك يا خويا بلا مزيه يا خويا الانسان كيشوف منكر يشوف حاجه ماشي لا يا خويا بلا مزيه باينه خويا انت في وحده معربه تاع العشيه الخمسه انسان بكرون داري مع طونوبيل باينه خويا باللي كاين حاجه ربي يحفظك يا خويا واش حنقول لك يرحم والديك انا نتوما سروق سروق نيوز قولهم صحه فطورك من هذا المنبر نلحق غير ميساج خفيف لا دولهم يسرقوا طونوبيلات ويسرقوا النعاج الله يهديكم واش راكم ديروا في الناس وكيلكم ربي هذا ما كان صحه فطوركم وصحه رمضانكم خويا صح ربي يحفظك يا الرجل الطيب وربي يكثر من امثالك صباح لاباس الحمد لله الله يرضى عليك كان والو شبيك يا كيفاه ما كان تغلقت لي تغلقت لي تلحق بكرون داري ما تغلقت لي واش منا ما تخليش نلم عليكم الناس واش كاين؟ تحشمش يا اخو تحشمش يا اخو شنو كدير؟ نسيت واش كدير؟ كان والو اخو واش كدير؟ كان والو تلحق بكرون داري نسيت المفتاح نسيت التليفون تاعي نسيت التليفون تاعي نهضر معاك ما تخليش نلم عليك الناس هاي منا تفتح انت بكرون داري اهدى محرك يا افتح بالكرون داري حبيت ندي تليفون اهدى تدي تليفون ذو يا اخويا تجربه اجتماعيه حبس بشوف شروقي الكاميرا لي خبي الموس صاحبي وش اللي هزت علينا اخويا رمضان شهر رمضان زوال يا اخويا سيد شد قلبو ربي يحفظك ان شاء الله صباح 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 الحمد لله وين كنت رايح؟ والله كنت حابط برك يا اخي كنت مشى يعطيك الصحه صاحبي يا ربي يعطيك يقول لهم صحه فطوركم اي كاميرا صحه فطوركم ويلعد علينا بالصحه والهنا يعطيك الصحه للزوم ربي يحفظك ميرسي خونا زعف ما حملش يشوف المنكر والسرقه قدامه ربي يخليك صديقي